هلا وصلنا لمساحة بتهم كتير من الصبايا، فراح يمكن دائما عنا مشكلات باختيار الميك اب المناسب لكل بشرة. هل بيناسب لون البشرة حتى ما يطلع اخطاء؟ احيانا بكل مكياج نقمة ما نو نعمة لبعض الصبايا اذا طبق بطريقة خاطئة. اليوم بدنا نعرف كتير عن تفاصيل تطبيق المكياج الصحيح. نوع البشرة ما يناسب كل بشرة وكل ملامح وجه. اكيد مع جودي قدماني هي مكيرة معنا لليوم. كل عام وانت بخير واهلا وسهلا فيك. خير، صباح الخير. اهلا وسهلا، ينعاد عليك يا رب بكل خير. ينعاد عليكم يا رب الف خير. وعليكي. اليوم عم نحكي عن ايام مميزة من السنة، يمكن الاعياد والمناسبات بتفرض علينا، وكل صبية بتحب انه تغير ان كان بشكل مكياجها او حتى بطريقة لبسها. كيف بتحسي التغيير الصح ممكن يكون قبل ما نفوت بشكل العين وكل شيء بيناسبها؟ هلا يفضل بما انه نحن هلا موسم عيد ما كثير اوفر بالالوان، ما نكثير اوفر بالالوان، مثلا كثير نتقل، نحاول يكون كثير تدرجات الالوان النيود، ما كثير نتقل الميك اب مثلا، ونحاول ما كثير يعني دائما التغيير ممكن يكون من بعض الصبايا. بشوف صور كمان فرح يعني عن بعض المناسبات الموجودة معنا. يعني جودي عم نلاحظ في ميك اب قوي تماما، وفي ميك اب كمان خفيف. هلا حلو نحن نكون نعمل ميك اب كثير رايق، مثلا نتبع المسكرة ما كثير نكتر مثلا الرموش، نحاول هلا كالوان صيفية ما نحط كثير، اذا ميك اب نهاري ما نحاول كثير نحط جليتر، يكون الوان كثير مت. جودي حكيتي نقطة كتير حلوة، إذا بيكون مشوارنا النهاري أو نحن رايحين على سهرة. تمام. بعض الصبايا للأسف عم نشوفهم المكياج بفترة الصباح أو الظهر مكياج كتير صارخ، يمكن ما بيناسب وما بتفرقيه عن مكياج السهرة. أدي هذا الشيء غلط يمكن؟ هذا كتير غلط، أحيانا بيظلم جمال البنوتة. هيك حلو وحدة تعتبر يعني مثلا جمالها ما كتير إنه كتير تكتر الميك اب، حلو يكون كتير رايق، تعرف تفاصيل وشها شو بيلبق لها. مثلا في عندها كثير من الصبايا بتكتر الرموش، بيكون مثلا عيونها احيانا مبطنه بتكسف الرموش، هذا الشيء كثير غلط. حلو تعرف كل وحده شو بيلبق لها وتتبع هذا الشيء لبشرتها. نعم، لرسمة عينا. يعني جودي كمان هلا دارج كثير انه ميك اب ميك اب. تمام. كانه البنت بشكل طبيعي تظهر مع انه حاطه لمسات بسيطه. كمان احكي لنا عن هالموضه الدارجه واللي كثير صراحة حلوة والبنات حابين يتعلموها. كثير في بنات هلا حابة تعمل مثلا ميك اب نو ميك اب، حلو يكون كثير تدرجات. مثلا اول شيء خلينا نحكي على الفونت، انه ما يكون فوق الكفر، يكون كثير رايق. التدرجات اللي فوق العين حسب كل وحده شو بيلبق لها، ان كانت سمراء او كانت بيضاء. نتبع مثلا هلا دارج كثير الوان النيود تدرجاتها، مثلا فينا ما نحط رموش، ما نركب، مثلا نحط مسكرة وكفاية هذا الشيء. هلا إذا عم نحكي عن كل صبية شو بيلبق لها، في عنا البشرة الكتير صافية ونقية، وعنك البشرة الأوقات بيكون فيها بعض الحبوب والبثور، مثلا لون البشرة كمان بيختلف من صبية لتانية. خلينا نحكي عن أهمية اختيار الفونت المناسب لكل بشرة من حيث اللون ونقاء البشرة. تمام. هلا أنا يفضل إذا صبية كثير بشرتها صافية إنه خلص تستخدم شيء من الكومباكت الباودر، إنه خلص تتجنب الفونديشن، أو حسب إذا بقى في مناسبة عندها مثلا طلعة مهمة ممكن تحط الفونت، حسب يكون متبع للون بشرتها. مثلا إذا كثير بشرتها بيضة يعني تكون شوي افتح من بشرتها، وفيها هي تكسره بالباودر بالهايلايتر بالبلاشر هذا الشيء. يمكن هلا جودي نحت الوجه بالميك اب خف ما عاد مثل قبل، خلصت موضوع فينا نقول، وكان كثير واضح يعني انها حتغير ملامح بالوجه. بيغير ملامح. خبرينا اليوم شو الشيء الدارج والشائع بعالم الميك اب، خبرينا كمان عن الاخطاء الشائعه اللي عم تشوفيها عند البنات حنا نتعلم شوي. هلا في عندك كثير البنات عم تتبع مثلا الحواجب الغامقه، على طول خلينا نحن نتجنب الجيل، يعني على طول مثلا نرسم حواجبنا باودر طالع هلا الجيل الشفاف، هذا كثير بفيد الصبايا. مجرد ما الصبيه بلشت تحط جيل بتغمقه مثلا على سواد كثير زياده، بتحسي تفاصيل وشها صارت حده، بتحسي قاسيه، راحت براءه وشها. حلو نتبع الشيء كثير البسيط والطبيعي احلى. هي من الاخطاء. هي من الاخطاء. في عندك مثلا اللي كثير عيونها مثلا صغيره بتكسف الرموش، مثلا كثير بتقوي الميك اب كروج او مثلا كعيون. حلو مثلا دارج رموش الاكستنشن كمان، ما بيلبقوا للكل كمان.
ما حسب. هلا في مثلا في عندك عيون كثير ناعسه، حلو مثلا نسحب العين شوي لفوق. طيب اذا بدنا نحكي عن العيون الصغار والعيون الكبار، اليوم قد ايه بتشوفي كيف طريقه، يمكن اذا بدنا نقول تركيب الرموش اللي هي صارت يمكن موضه عند كل الصبايا، انه لازم نركب رموش، كيف الصبيه اللي عيونها صغار تقدر تركب رموش ومدى كثافتهم، الصبيه اللي عيونها الكبار كمان نفس الشيء؟ هلا على طول الصبيه اول شيء حنبلش بالعيون المبطنه، نحاول على طول نخلي الكثافه من ورا ومن قدام يكون كثير خفيف، اذا في عندنا صبيه عيونها جاحظه نحاول يكون في كثافة من وراء لقدام وكمان ما يكون كتير طوال، يعني انت مجرد ما عم طلعي فيها عم تحسي انه عم طلعي على منظر طبيعي ما يكونوا واصلين لحواجبها، هذا الشيء كتير غلط، يعني حسب انت عينك شو بيلبق لك ممكن نحط. طيب يمكن اكثر البنات هلا بالمناسبات مثل هلا عنا عيد بيطلبوا انه يعملوا ميك اب، يطلعوا مع رفقاتهم، نوعيه الميك اب بهالمناسبه اللي انت بتفضليها شو هي؟ احكي لي خبرينا. هلا لك واذا كميك اب مثلا صباحي حلو نتبع مثلا حسب الثياب، حسب الصبيه كمان شو لابسه، شعرها مثلا اسود اشقر، يعني نتبع الوان، هلا دارج الوان النيود ترابيه حسب كل وحده شو بيلبق لها، حسب اذا في مثلا رحال مساء او مشوار او اي شيء فينا مثلا نتقل الروج، نتقل مثلا البلاشر الهايلايتر، فينا مثلا نكتفي بس انه كفوند بسيط وشويه نيود وفوق العين، وفينا نحط مثلا رموش ناعمه. كمان دائما بنحكي عن الموضه والالوان الدارجه، مرت فتره يمكن الالوان الصاخبه درجت بشكل كثير كبير، وشفنا يمكن كل ما وين ما كنا الوان صاخبه على العيون دائما كنا نشوفها، طيب هي الموضه اللي عم تتغير، ممكن كل الصبايا كل الوجوه تلبق لها او لا؟ ما بتنصحي كل الصبايا يتبعوا الموضه؟ هلا مو كل شيء بنشوفه كموضه مثلا درج ممكن انا يلبق لي يلبق لك لا، هلا كثير في صبايا مثلا بتشوف موضه جديده نازله بتقلي انه جودي اعملي لنا هذا الشيء، هلا ممكن بحاول اني اقنعها انا انه مثلا هذا الشيء ما بيلبق لك او بجوز اعمل لها شيء بيشبه هذا الشيء، بس مو كل شيء بنشوفه انه ممكن يلبق او حتى لنا. ممثلات يعني بالمسلسلات او المواسم الرمضانيه بيكونوا عاملين شيء بيحبوا يعملوا كمان مثلهم، فخبرينا كمان عن هي القصه انه اي وجه ممكن يطبق عليه نفس المكياج. هلا ممكن 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 بطريقه تغير ملامح كامله بالميك اب، ممكن نغير بطريقه الكونتور بتعرفي بالنحت وكذا، هذا كل شيء عم نقدر نحن نقلد، مثلا شفنا شيء صوره نرجع مثلا نقلد عصبيه ثانيه بيمشي الحال بيمشي الحال. طيب شو اكبر غلط ممكن لاحظتيه بتبعوه الصبايا يمكن اللي ما عنده خبره كثير بالمكياج، ويمكن هذا الشيء بيسبب مشاكل بالبشره، يمكن بيسبب تعب؟ تعب هو الفوند اللي دوما الصبايا اللي بيحطوه يعني على طول خلص عندهم الفوند شيء اساسي كثير غلط، حلو الوحده مثلا تتعود على طبيعتها ما كل يوم نحط فوند، مثلا فينا نشيل الفوند نتبع الكومباكت او مثلا الباودر، هذا الشيء كثير منيح للبشره، كثير غلط نعود حالنا للميك اب، حلو نرجع على البيت نمسح وشنا بمزيل الميك اب. وكمان في شيء نقطه كثير حابه احكيها انه اهم شيء نرطب بشرتنا قبل ما نطلع من البيت، نستخدم واقي شمسي مناسب لبشرتنا حتى قبل الميك اب، يعني لازم يكون في ترطيب للبشره طبعا. خبرينا كمان عن الاخطاء الشائعه بهذا المجال، يعني احيانا بنلاقي صبايا بيحطوا الميك اب بدون ترطيب بدون بشره ترطيب بدون تنظيف، وحتى في بشرات ما بدوم عليها الميك اب دغري بتحسيها راح بتغب الميك اب، بدها كثير تثبيت احيانا، في بشره دهنيه بقى بتبقى هي بدها تثبيت كثير بباودر، بدها تكون بشره كثير نظيفه بهذا الشيء، في صبايا مثلا ما بترطب بشرتها ابدا، مثلا بتفيق الصبح ما بتغسل وشها فورا بتبلش بالميك اب، هذا كثير غلط، حلو نرطب حلو ننظف عشان يطلع الميك اب نظيف، يعني انا وقت بتطلع فيكي عم حس عم بتطلع بنظري كثير مرتاحه كبشرتك انه نظيفه هي، حتى الفوند بجوز ما يبرغل مثلا ما يقشر، بقى نحن كثير نتبع اهم شيء ترطيب. هلا كمان طلعه بالشمس وباوقات الصباح الاولى اذا بدنا نقول مع فونديشن على الوجه مع يمكن فول ميك اب خلينا نقول، قد ايه بتحسي هذا الشيء ممكن ياذي البشره لما نتعرض بشكل مباشر ونحن فول ميك اب؟ يعني كثير بيأذي هذا الشيء، يعني نحاول كثير نخفف اقل ما يمكن، ما كثير نتبع كل يوم كل يوم في نعمل فول ميك اب، هذا الشيء كثير عم يضر البشره. حتى بالنسبه لليل لما نحن بنرجع يمكن اوقات المساء من شغلنا، بعض الصبايا يمكن زنب بيهملوا تنظيف البشره، والبعض الاخر يمكن حتى بيبالغ بالتنظيف على عده مراحل، طيب الطريقه الصح لحتى نحن ننظف بشرتنا؟ هلا اهم شيء يكون نتبع مزيل ميك اب، نشيل الميك اب، يكون عندنا غسول خاص لبشرتنا
مو اي غسول ممكن تجيبه يواتي بشرتنا. في عندك للبشره الدهنيه الجافه المختلطه، واهم شيء بعدين بس نغسل ننشف منيح بشرتنا، وقبل ما ننام نحط مرطب خاص كمان ببشرتنا. طب بالنسبه لاكثر من نقطه بنسالك، كيف هي البنت تختار الواقي الصحيح؟ وايضا في بعض لا يعني بعض الصبايا بيحاولوا يكبروا تمهم بالكونتور فعم يطلع بطريقه ما بتلبق غلط يعني. وما حلوه كثير غلط. فخبرينا كمان يعني انه كل بنت لها جمال خاص فيها، خبرينا كيف بنبرز الجمال، يعني ما انه نشوه هذا الجمال. هلا شوفي الميك اب هو حلو تعملي ميك اب انت بيلبق لك تبرزي جمالك، ما حلو انه مثلا نحن نغير الميك اب مثلا لحدا ثاني، حلو تعملي شيء تبرزي جمالك. كثير في صبايا عم بتبالغ برسم الكونتور للشفايف، هذا الشيء كثير غلط. ممكن نكبر من تحت مثلا، من فوق نخليه بشكل طبيعي انه مين ما طلع فيكي ما يحس انه انت رسمه تم ثاني فوق تمك، هذا الشيء كثير غلط. نصائح اخيره جودي بتحبي توجهيها لكل صبيه اليوم؟ لاي صبيه تحب حالها تحب جمالها، هذا الشيء كثير بيعطي طلالتها من جوا، تثق بحالها، ما كثير نكتر ميك اب، اهم شيء الصبحيات نحاول نطلع بميك اب كثير رايق، ما نتقي الميك اب ان كان مثلا نهاري او نازله فيه انا على الشغل يكون كثير رايق. اكيد هي النصيحه لكل الصبايا انه يحبوا حالهم وهن حلوين، يعني كل الصبايا حلوين اكيد. شكرا لك. شكرا لك حبيبتي، كل عام وانت بخير، وانت بألف خير. شكرا كثير لك. شكرا.